بيوت الجبل لا تهدم الا عدمنا، واحنا اهل المكبر واهل النشم، واحنا المكبر تشلها، احنا سكوتس تشلها. احنا اليوم ضربنا كمان برضو عشان المخيم شوفات وبنيتهم الاعتداء عليهم، وكلنا يعني احنا بلد واحدة وايد واحدة، مكبر، مخيم شوفات، العسوية، صرباهر، كل المناطق هاي احنا ايد واحدة، واحنا مضربين عشان الاعتداء علينا وعلى بناتنا، عشان هيك الاشي، والكل مضرب يعني فيش حدا فاتح محلات او اشي، وكلنا مضربين لاجل الاعتداء علينا وعلى بناتنا وبنات المخيم هودو. الاضراب هذا كمان عشان الاسرة بصدروا حساباتهم والاطفال ومصاريهم. طلبنا انه احنا هنا في بلدنا مش راح نطلع منها من هنا الا عدمنا، يعني هم جايين بدهم يرحلوا لنا بشوي شوي، كيف السرطان بيخش في البني ادم هم نفس الاشي، بدهم يرحلوا لنا شوي شوي وياخذوا القدس، بس احنا مش راضيين على هذا الاشي. يعني احنا بالنسبة لنا بنضل في ارضنا، يعني لو يهدموا 100 بيت بنضل في ارضنا، يعني مش رايحين نطلع بالمرة. 100 بيت مهدد بالهدم في جبل مكبر، عشان شو بنعرفش، نيجي نقدم رخص برفضوا، نيجي نرخص وندفع مصاري برضو برفضوا، اجينا دفعنا تحت الطاولة برضو اجوا هدولنا ولا خلونا اشي، يعني الله فيش مجال. ونحن واحنا قاعدين بنضرب مسوي فيك وهيك عشان يحلوا عنا، باختصار يعني عشان يبعدوا عنا، قاعدين بنضرب بنختصر فيهم عشان يبعدوا عنا، مش راضيين. وهينا شوفت عينكم قاعدين بنضرب بنعمل مشاكل و100 شغله وشغله.